تخليدا لعيد العرش المجيد. عملنا هذه المبادره هذه ديال الاعذار الجماعي المجاني، عملنا اعلان يعني في الباج، عملنا في الفيسبوك، عملنا هذا باش يستافدوا اكبر عدد من الوليدات اللي هما في الحاله ديالو، يعني الناس اللي في الحاله الهشه. تخليدا لعيد العرش المجيد يعني كانت هذه المبادره هذه اللي كانوا كيلحوا علينا الناس، باغي الامهات، وكنا حنا فخورين ان كجمعيه العهد الجديد غتكلف بهاد الوليدات هادو يعني بالاعذار ديالهم ان شاء الله في مصحه خاصه غير على حساب الاكتظاظ اللي كاين على المصحات العموميه، خصوصا دابا في الصيف غادي تكون في مصحه خاصه ان شاء الله في مصحه تطوان ابتداء من هاد الاسبوع هذا ان شاء الله باذن الله. تكلفت الجمعيه يعني باللباس ديالو بكل شيء بالحفل ديالهم. الحمد لله اليوم كنتواجدوا في الحفل الخيري اللي نظمته الجمعيه بمناسبه الختان الجماعي اللي استفد منه الحمد لله تقريبا 30 طفل من مدينه مرتيل والنواحي. الحمد لله كان الاقبال من عند الساكنه من هذه البادره الطيبه. اولا كنشكر جمعيه العهد الجديد برئاسه السيده نبيله على هذه المبادره الطيبه بخصوص الختان، كنشكرها جزيل الشكر على هذه المبادره القيمه صراحه، وكذلك على الدعم القوي ديال جلاله الملك بهذه المناسبه، مناسبه عيد العرش المجيد. وانا سعيده جدا جدا بانني جبت الابن ديالي صراحه بهذه المناسبه، انا جدا جدا سعيده وفرحانه بزاف، وكان الاستقبال جدا مبهر ديال الجمعيه ديالنا ديال العهد الجديد. كما كتشوف اليوم كان الحضور وازن والتفاعل ايجابي، كل شيء كان فرحان والحمد لله الاجواء جازت في سلام. Je suis très contente déjà d'être au Maroc parce que les gens ici au Maroc ils sont très accueillants, très souriants et tout. Et je remercie vraiment les membres de l'association El Jadid. C'est vraiment une très belle association avec de très bonnes personnalités et l'accueil était chaleureux. Nous sommes vraiment contents d'être là. 30 طفل اللي تكلفنا بهم يعني من كل شيء ديالهم من ان زيد كيف كنقولوا، والحمد لله حنا فخورين بهذه المبادره هذه، فخورين زعما صراحه. والفضل ثم الفضل، الدعم الكبير سيدنا الله ينصره، لان اللي كيدعم دائما الجمعيات او العمل الجمعوي حنا فرحانين، اكيد فرحانين بزاف وبزاف، لان ان حنا نكونوا في خدمه بلادنا وفي خدمه هذا الوطن وفي خدمه هذا الشعب هذا، وان حنا نكونوا تحت الرايه المغربيه نقدموا اللي قدينا عليه، وعاش سيدنا وعاش ملكنا، ان نقدروا نفرحوا هاد الناس ودخلنا عليهم الفرحه، وهذه هي الفرحه بالنسبه لنا حنايا، حنا فخورين. كنتمناو هذه المبادره في النسخه الاولى ديالها، كنتمنى تكون نسخه ثانيه ونسخه ثالثه لماله ان شاء الله. كنتمناو التوفيق وحنا سعيدين وفخورين بهذا الشيء اللي قدمنا للامهات، كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون على خير، يكمل الختان على خير. وشكرا، شكرا بريس تطوان، شكرا لكم، شكرا على الحضور ديالكم، بارك الله فيكم، دائما كتكونوا في المواعيد والتغطيه ديالكم دائما في المواعيد مع المبادرات، وشكرا لكم. دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.